أكدية سبحان الله، وكانت نظرها هذه التشاومية متقلبة المزاج إلى غيرها. العكس، القرآن ذكر عن امرأة فرعون مع فرعون، آسيا بنت مزاحم، ذكر الله لها موقف يعني تحملت هذا الرجل كم سامها من العذاب وكم نكد عليها في عيشتها وكم وكم، ويكفي أن فرعون وصل به الحد إلى أنه إيش، إلى أنه زعم أنه هو الرب الأعلى. تعالى الله سبحانه وتعالى، ومع صبر هذه المرأة التي كانت متفائلة، امرأة فرعون ماذا قالت في حق هذا الرجل النكدي الذي نكد عليها في حياتها وسامها سوء العذاب إلى غير ذلك؟ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وقومه، ونجني من القوم الظالمين. أي والله، شوف سبحان الله، طلبت ماذا؟ أولا السكنة عند جوار الله في الجنة، ثم ماذا؟ طلبت النجاة من هذا الرجل الذي يعني نكد عليها في حياتها وضيق عليها في عيشتها. أي نعم، فمن هذين الموقفين سبحان الله، يعني هذا واقعنا، لا واقع بعض الناس إلا أن شاء الله تجد أحيانا